دولسي برضو فانيليا على فراولة. بس هنا في حاجة غريبة، حاطين صوص، صوص الفراولة على على الفانيليا. بسم الله. ده سعره 6 جنيه. هو بص مش عاجبني قوي، بس هو طعمه حلو. الناس اللي بتحب صوص الفراولة ده هيعجبهم قوي. هو صوص فراولة على الفانيليا. نديه تقييم كام؟ 6 من 10. وبكده احنا خلصنا الريفيو. انصحك بايه؟ انصحك بالبسكوتي وهم دول اهو، وفرايدي ده طعمه حلو قوي للناس اللي بتحب بالبسكوت، وده طعمه حلو قوي للناس اللي بتحب المانجا والشوكولاته. ده يعني هم كلهم كويسين ما عدا ده وما عدا دول، الاثنين دول مش حلوين. انصحك بدول.